وللمزيد حول أزمة اللاجئين العالقين في اليونان ينضم إلينا عمران منصور محامي متخصص في شؤون المهاجرين عبر الهاتف من باريس. أستاذ عمران منصور مرحبا بك، يعني كيف تصف موقف اليونان من أزمة اللاجئين على أراضيها الأخيرة؟ أهلا وسهلا بكم وبين المشاهدين الكرام. موضوع اللاجئين هو موضوع معقد جدا حاليا، وهو يستخدم مع الأسف هو يستخدم كملف سياسي اليوم ضد أي دولة، فمن جهة تركيا تستخدمهم لتهديد أوروبا، ومن جهة أخرى الأوروبيون نفذ صبرهم بسبب نحن نعرف أن أزمة اللاجئين بدأت بال 2015 وهذا لها تأثير كبير على أوروبا أيضا، والخوف من التغيير الديموغرافية. طبعا هناك دول أوروبية لا تستقبل اللاجئين أبدا مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك و المجر، هذه الدول رفضت بشكل قاطع استقبال حتى لاجئ واحد، وهذه تسبب أزمة كبيرة بالاتحاد الأوروبي في الحقيقة، وتسبب أزمة حتى تؤثر على العلاقات الأوروبية أيضا. ما جرى في اليونان من إشعال الحرائق وتشريد الكثير من اللاجئين، ومع الأسف اعتبرته اليونان هو جريمة جنائية، وتم القبض على 8 أشخاص من جنسيات أعتقد أنها أفغانية أيضا لاتهامهم بما قاموا به من أفعال. لا نستطيع أبدا تحميل أي جهة حاليا بمسؤولية جنائية ضد اللاجئين بسبب أمور كثيرة متداخلة، منها كورونا ومنها انتشار الإرهاب الدولي الذي ربما يؤدي هذه الأزمة إلى تسلل بعض الإرهابيين في أوروبا، وهناك حجج طبعا كبيرة. ولكن من جهة أخرى تقول المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا أن هذه الحجج هي واهية وهي وهمية، ويجب استقبال اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم، فهؤلاء هربوا من أنظمة دكتاتورية في الشرق الأوسط ومن الجوع. من الناحية القانونية أستاذ منصور، أستاذ عمران نعم. عفوا، من الناحية القانونية هناك أيضا الحقوقيون وثقوا بعض التصرفات أو الكثير من التصرفات العنصرية من اليونانيين كالضرب والشتم وكذلك توزيع الوجبات الغذائية المسممة، يعني من الناحية القانونية كيف تنظر إليها؟ نعم، لا نستطيع أبدا إنكار هذه الأمور. في الحقيقة الأمور بالنسبة للعنصرية هي إجراءات مع الأسف هي خطيرة جدا على جميع الناس، حتى من حصل على حق اللجوء أيضا في أوروبا هناك عنصرية من بعض الأشخاص، وهي مواقف أعتقد أنها فردية تحصل هنا بين الفينة والأخرى. ولكن إذا اعتبرنا أن هذه الأمور هي عامة وعممناها، سيكون من الخطأ أيضا أن نعمم هذه الحالات الفردية على جميع الدول الاتحاد الأوروبي. نحن نعرف أن اللاجئين يتواخدون إلى هنا منذ عام 2015 بشكل نستطيع نقول أنها دفعات كبيرة، يعني موجات كبيرة جدا تضم الملايين من اللاجئين الذين هربوا. هل تريد أوروبا بالفعل يعني حل هذه الأزمة؟ سؤال مهم جدا طرحته الآن. نعم، في الحقيقة بعد أن استخدموا بعض الدول اللاجئين كأسلحة ضد بعضهم، تم الآن إقرار اليوم حصرا اليوم في المفوضية الأوروبية، تم إقرار قانون جديد وهو إزالة اتفاقية دبلن التي كانت يعني الفئة الرئيسية فيها هي البصمة، أي اللجوء بشكل أساسي للدولة الأولى التي يقومون بالانتماء بالوصول إليها، تم الآن إزالتها. ولكن مع الأسف تم إقرار 3 أشياء أيضا هي لا أعتقد أنها محقة، وهي في الأول هي تسفير أو المهاجرين القادمين إلى هنا بشكل غير قانوني، ومن جهة أخرى أيضا تسريع عمليات يعني تسريع عمليات سواء رفض أو القبول للاجئ. هذه الأمور لا تدخل أيضا في سياسة كبيرة، ربما هي ضبابية في الحقيقة ولن تساعد على حل المشكلة الأساسية في أوروبا. نحن نعرف أن الوافدين الأوروبيين هم يتوافدون إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا بشكل كبير ومالطا، الكثير من تتحمل عباء كثيرة، وربما أزمة اللاجئين سوف تسبب أيضا خلخلة في الاتحاد الأوروبي إذا استمرت من دون حلول جذرية لهذه المشكلة خاصة هذه. البعض يرى أن هناك يعني من يستخدم اللاجئين كورقة ضغط سياسية، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، أنا في الحقيقة الاتحاد الأوروبي يعني سواء كان بمجمل الدول هي 27 دولة أو فينا نقول السياسات الوطنية، يعني كل دولة لها سياسة خاصة بها بمسألة اللاجئين
نعم هناك دول كما ذكرت لك لم تقبل أن تستقبل حتى لاجئ واحد حتى الآن لأسباب كثيرة في الحقيقة تدخل في أمور لا نستطيع أن نذكرها بشكل علني، ولكن أنها أمور خاصة جدا. يعني تحديدا هل هناك يعني رغبة بإعادة اللاجئين إلى تركيا؟ لا نستطيع أن نقول أن هناك رغبة، ولكن في الحقيقة بعض الملفات التي تم دراستها ونحن على اطلاع عليها تعتبر هذه الشخصيات التي قدمت إلى أوروبا غير جديرة بالحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. هذه الأمور تعود كل دولة بما حسب قانونها الوطني لاعتبار الشخص القادم إليها وعلى أراضيها، هل هو يستحق أن يمنح حق الإقامة أو الحماية السياسية أم لا. هذه الأمور تدخل بأمور تفاصيل دقيقة تتعلق بالشخص الذي يطلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك في حال تم التقرير وتقييم حالة الشخص بأنها غير جدير بالحصول على إقامة، نعم سوف يحصل بعد الآن على حق على التسفير والعودة إلى الدولة التي قدم منها قبل دخوله إلى الاتحاد الأوروبي. الأستاذ عمران منصور المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.